السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة، معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز اللي هتبدأ بإذن الله تعالى من اليوم الجمعة 12 مارس 2021. متابعينا الكرام، لأول مرة تزوروا القناة انزل اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. اليوم الجمعة 12 مارس 2021، أولى مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، نيوكاسل يونايتد أمام أستون فيلا. مباراة معادة الساعة 10 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا، وهو ده توقيت الفيديو، توقيت مصر الساعة 10 مساء بتوقيت مصر. لو عايز توقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق، من فضلك زود ساعة على توقيت الفيديو، يعني 10 مساء تكون 11 مساء. لو عايز توقيت الإمارات وعمان من فضلك زود ساعتين، 10 مساء تكون 12 مساء. ولو عايز توقيت تونس والجزائر والمغرب من فضلك قلل ساعة، ف10 مساء اكون 9 مساء. ولو عايز توقيت جرينتش وموريتانيا من فضلك قلل ساعتين، 10 مساء تكون 8 مساء. الكلام ده كمثال بالنسبه لكل الفيديو. نيوكاسل يونايتد امام استون فيلا، مباراه معاده الساعه 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت مكه المكرمه، القناه الناقله بي ان سبورتس 1 اتش دي بريميوم وبي ان سبورتس 2 اتش دي بريميوم، ومعلق المباراه حسن العيدروس. يوم السبت 13 مارس 2021، ليدز يونايتد امام تشيلسي، مباراه معاده الساعه 2:30 ظهرا او مساء بتوقيت مصر، الساعه 3:30 عصرا او مساء بتوقيت مكه المكرمه، على القناه الناقله المباراه قناه بين سبورتس 1 اتش دي بريميوم وبين سبورتس 2 اتش دي بريميوم، معلق المباراه سوار الذهب. كريستال بالاس هيلعب امام ويست برومتش البيون الساعه 5 مساء بتوقيت مصر، وعلى القناه الناقله قناه بين سبورتس 2 اتش دي بريميوم. ايفرتون هيلعب امام برنلي، مباراه معاده الساعه 7:30 مساء بتوقيت مصر، الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، القناة الناقلة للمباراة قناة بين سبورتس 1 اتش دي بريميوم وبين سبورتس 2 اتش دي بريميوم. فولهام آخر مباراة في الجولة، أو عذرا آخر مباراة في هذا اليوم السبت، فولهام أمام مانشستر سيتي، مباراة معادة الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على القناة الناقلة قناة بين سبورتس 1 اتش دي بريميوم وبين سبورتس 2 اتش دي بريميوم، ومعلق المباراة حفيظ الدراجي. يوم الأحد 14 مارس 2021، ساوثهامبتون هيلعب امام برايتون، مباراه معاده الساعه 2 ظهرا او مساء بتوقيت مصر، والقناه الناقله للمباراه قناه بين سبورتس انجلش 1 اتش دي او اتش دي 1 انجلش، كذلك قناه بين سبورتس 1 اتش دي بريميوم وبين سبورتس 2 اتش دي بريميوم. ليستر سيتي هيلعب امام شيفيلد يونايتد، مباراه الساعه 6 مساء 4 عصرا او مساء بتوقيت مصر، الساعه 5 مساء بتوقيت مكه المكرمه، القناه الناقله للمباراه قناه بي ان سبورتس 2 اتش دي بريميوم 2. متابعينا الكرام، ارسنال يواجه نادي توتنهام، مباراه قويه جدا، معادها الساعه 6:30 مساء بتوقيت مصر، 7:30 مساء بتوقيت مكه المكرمه، وعلى القناه الناقله للمباراه قناه بي ان سبورتس 1 اتش دي وبي ان سبورتس 2 اتش دي، الاثنين هم بريميوم طبعا، ومعلق المباراه عصام الشوالي. مانشستر يونايتد يواجه ويست هام يونايتد الساعه 9:15 مساء بتوقيت مصر، 9:15 دقيقه، 10:15 او 10:15 دقيقه مساء بتوقيت مكه المكرمه، والقناة الناقلة للمباراة هي قناة بي ان سبورتس 2 اتش دي بريميوم، ومعلق المباراة سوار الذهب. الاثنين 15 مارس 2021، اخر مباراة في الجولة، مباراة ولفرهامبتون امام ليفربول، مباراة استمعادها الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، القناة الناقلة بي ان سبورتس 1 اتش دي بريميوم وبي ان سبورتس اتش دي 2 بريميوم، ومعلق المباراة المتألق رؤوف خليف. يعني اهم مباريات الجولة ولفرهامبتون امام ليفربول، ارسنال امام توتنهام، وعندنا مباراة فولهام امام مانشستر سيتي. كان معكم محمد نور الدين، وطبعا تشيلسي امام ليدز يونايتد. كان معكم محمد نور الدين من قناة من الاخر الخلاصة، اشترك في القناة فعل زر الجرس اعمل لك الفيديو، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.